كنعاني ولكن انا الحمد لله كنت في الجيش وخرجت المصير ديالي كنعس في الزنقه ومطلق واحد المراه وانا عايش الحمد لله. كل مره فين المره فين انا فعلا الناس كيعاونونا اكثر من 23 سنه وحنا عايشين. دابا الايام كتجري دغيا العام العام كيخلط على عام ما كتفطنش به فقط مشى دغيا 23 سنة ولكن الحمد لله كنشرب عيب باش نعاس باش ننسى كنبقى بوحدي ما يأذيني حد ما نأذي حد وما كنشربش دائما بحال دابا اليوم اللي شربت شوية ما دائما ما كنشربش لا هادشي كنشرب إوا كنحمد الله كنحمد الله شتا على كلشي هذا مثلا الآخر كيقرا ما خصوش يتكيف الكارو ويتعلم ويتعلم يكمل كارو لا والو ومن يوصل 20 خصو يكون مأهل باش يتوظف باش ملي تكون عنده 30 سنة خصو يكون مجوج وساكن وخدم كيتخلص وكيخدم أما حتى يوصل 40 كيحلم هذيك الطريق هذيك والو ما حد بنادم باقي صغير يغتنم الفرصة لأن يعني 20 سنة هذه ما فيها والو فيها والو 20 ها 30 ها 40 يعني خص يكون عندك العواول. رمضان أنا كيجيني حسن كنكون مرتاح الخير موجود العيد الكبير واخا هذاك حقي حتى أنا كناكلو الظروف كتبغي يعني هذيك المرة ما غنردهاش حكمت عليها حكم عليها والله ثاني ما غترجعش واخا تطير ولا تنزل فهمتي واخا نعيش مكرفص هي أغنان وأنا أغنان من عقلي مع ولادي كنطلب منهم الله يرضى عليهم يجيو يطلعوا عليا وما كاين اللي في فرنسا كاين اللي في تركيا كاين اللي معي ما في الحاجب هادشي اللي سمعت أنا ما كيجيوش قليل ما كنعرفش الأخبار ديالهم أنا ما جاوش باش نشوفهم الله يرضى عليهم.